تبنت وزارة الصحة العديد من البرامج والسياسات للتصدي للسمنة كأولوية رئيسية في الخطة الإنمائية للدولة. احنا في وزارة الصحة قمنا في جميع في عديد من الإجراءات للوقاية من السمنة بوضع عيادات تغذية في المراكز الصحية الأولية، وأيضا فتح العمليات الجراحية لعلاج مرض السمنة. خلال هذه المراكز راح تفتح عيادات لمكافحة السمنة، أقصد بالعيادات تكون عيادة متخصصة يروح لها المريض سواء في مرض مزمن ومعاه سمنة أو فقط زيادة وزن وسمنة. راح يكون فيها استراتيجيات وبروتوكولات عمل تركز أساسا على قياس طبعا الوزن والطول. دول الخليج تعتبر الأعلى عالميا من حيث معدل انتشار السمنة، فجاء هذا الاجتماع لتبادل الخبرات العالمية لوضع الاستراتيجيات والآليات للوقاية من هذا الداء. طبعا منطقتنا في الخليج العربي هي تعتبر منطقة أيضا نتيجة الرفاهية أيضا، ويمكن وجود العوامل الطقس، نسبة البدانة يعني زايدة عن بقية بعض الدول الأخرى بالعالم، ولكن اللي طالعنا النسب بجميع دول العالم هي نسب عالية، والآن يتم تسليط الضوء عليها كونها هي لها علاقة في عديد أو مسبب مباشر أو غير مباشر العديد من الأمراض المزمنة الغير معدية. والخليج بصفة خاصة نسبة السمنة في النساء هي الأعلى، أطباء بروحهم ما نقدر نتعامل مع هذا المرض، لابد من وجود اقتصاديين ومحللين وسياسيين بحيث أن نطلع باستراتيجية متكاملة تفيد مجتمعاتنا وتفيد دولنا. 70% من المصابين بداء السكري من النوع الثاني في البلاد بسبب السمنة. معهد دسمان احتضن برنامج سلوكي صحي الذي ساهم في تعديل السكر للعديد من المرضى إلى وضعه الطبيعي. إن إذا أي أحد في سكر من النوع الثاني مصاب خلال 3 سنوات ممكن أن نرجع السكر إلى reversal of diabetes عن طريق فقدان على الأقل 10 إلى 15 كيلو من الوزن.